دكتور عمرو، يمكن كنت بسأل حضرتك قبل ما نطلع الفاصل ده عن الوعي والإدراك والمفاهيم اللي عند المواطن دلوقتي، ويمكن تابعنا التقرير ده كان بيتكلم بشكل أقرب عن شهر العسل، عن أجهزة كهربائية، شفنا آراء مختلفة. هل في وعي يعني من خلال اللي حضرتك شفته، هل في وعي دلوقتي عند الناس متعلق بإيه الأولويات اللي لازم تكون موجودة؟ هو الوعي تعريفه أصلا هو المعرفة المهيئة للعيش بها، يعني ممكن الناس تكون عارفة بس هي مهيئين ان هم يعيشوا بيها. انا اظن اشك كتير، لان الاراء اللي انا شفتها في بعض الاحيين الناس بيقولوا ده مهم جدا جدا التكييف، في حد تاني قال التكييف والميكروويف مش مهمين. فده بيختلف من شخص لشخص وبيختلف من بيئة لبيئة. انا شايف ان الوعي الحقيقي هو ان الناس تكون متوافقين، لان التوافق هو الضمانة اللي هتقلل نسب الاختلاف ونسب الشقاق بينهم. التوافق معناه ايه؟ ومعناه وايه هدفه؟ هدفه ان الناس لما يعيشوا في مكان تبقى راضيه بيه. يعني مثلا من الحاجات اللي انا بقول له، مهما كان البيت صغير، مهما كان البيت ما فيهوش امكانيات، بس ارجوك سيبها هي اللي تختار الحيطان، لان هي طول الوقت لون الحيطان، لان هي طول الوقت هي اللي بتقعد فيه. ما تنازعهاش في ده، خليكم متوافقين، خلي الحاجه يبقى في شد وجذب، حد بيتنازل عن حاجه مقابل حاجه. هو انا عندي، بالمناسبه انا ما عنديش في الجواز حاجه اسمها تنازلات، لكن انا عندي في الجواز حاجه اسمها تطيب خاطر شريك الحياه ليستمر في السعاده والتوافق. انا بطيب خاطره، ما خليش، ما سميش الاشياء الجميله باشياء تزود الضغوط وتعمل ستريس عليا. بلاش فكره ان الزوج لما يتغاضى عن ان زوجته مثلا في حاجه هي مش شاطره فيها فعايش معاه، ما انا قدمت تنازلات وانا اتجوزتك وانت ما بتعرفيش تطبخي. لا، ده مش تنازل، ده تغاضى عن شيء ابتغاء ان 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 الاسره تبقى. انا تنازلت ان انا يتعمل لي فرح زي ولاد خالتي، ده مش تنازل، ده اسمه حد حريص على ان العلاقه تستمر بشكل ايجابي وبشكل توافقي. الكلام ده لازم، اهو ده بقى المفاهيم اللي احنا عايزين نغيرها. يعني من اهم المفاهيم المتعلقه بمساله المغالاه في المهور، فكره ان الكم لا يصنع سعاده. يعني فكره انا هقولها كده بالمصطلحات الاقتصاديه ونبسطها بعد كده بالمصطلحات اللي احنا بنعيشها. ان ليس دليل السعاده وليس الموصل للسعاده هي الرفاه، مش الاستهلاك. احنا عندنا ان الكم والاستهلاك دليل على الرفاه، والرفاه دليل على السعاده. يعني مش كونك بتملك قد ايه ولا كونك اشتريت قد ايه ده اللي هيخليك سعيد. ولذلك الناس بتبقى كده. انا اقول لحضرتك الشعور اللي بيحصل للناس، الناس اشترت حاجات كتيره ومفروض ان هي ايه، لما اشترت حاجات كتيره تحس بالامان وتحس بالسعاده، فتشتري حاجات جديده. يبتدوا في الجواز، ايه اللي هنعمله دلوقتي في الجواز؟ مفيش سعاده. ليه؟ طيب، لان احنا عارفين ان بعد الرقم لا نجد الا الفراغ. احنا لازم الارقام ولازم الاشياء اللي بنشتريها تتحمل معاني. يعني انا لما اجيب الكلام ده، انا جبت لك ده لكن بكره هيبقى احلى، كده احسن من ان انا اجيب واتحمل ويبقى ده عبء عليا لكن بكره هيبقى احلى. بس في نفس الوقت انا لا احب البخل، عشان بس في يعني ما نقعدش بقى نقول عدم وبعدين يجي لنا واحد بخيل، انتوا قلتوا عدم المغالاه بقى وتعالوا بقى نتكلم بعدم المغالاه. لا لا، لكن لا، الله سبحانه وتعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. يعني لا ممكن الواحد يدي لمراته. ولذلك السيده قالت لسيدنا عمر، قالت له ايه؟ انا بتكلم كده عشان بس ما حدش، عشان نبقى واقعيين، عشان ما يجيش حد بعد كده يقول لنا انتوا بتعملوا في الناس كده ليه؟ واحده بنت ناس وعايزه تحصل على شيء يليق بيها وهو قادر يعمل الكلام ده، ليه يبخل؟ معاك ما تمتنعش. يمكن ده كان راي واحد من طبعاً من الناس في التقرير اللي معاك لا تبخل، لكن ما معاكش ما تستلفش. انا دايما ده القانون اللي عندي، معاك لا تبخل لكن ما معاكش ما تستلفش. فلذلك لابد ان احنا نشيل من دماغنا ونشيل من الجواز اول مفهوم لازم نشيله، ليس علامه السعاده الاستهلاك، ليس علامه السعاده كثره المشتريات، بل كثره المشتريات في بعض الاحيان. انا اعرف ناس بيشتروا حاجات بتبقى عبء لانها بتزحم لهم الشقه ومش عارفين يتحركوا.